دي اللحظة اللي أستاذ حمادة أو محمد ساب فيها وسلم أغلى مربى. عنده ولاد كتير بس البنت دي بالذات أغلى عنده منهم، بعد سنة من الألفة والدفى والحنية مع أب اختار يدي اهتمام وحب بمزاجه بدون إلزام الدم. ألفة بينه وبين أضعف كائنات ربنا، طفلة ملهاش حد عايزها في الدنيا دي غيره. لقاها ضعيفة مرمية، خدها رباها كبرها. بعد سنة مجلس عرفي حكم إن البنت طالما أهلها ظهروا وجم يدوروا عليها يبقى ترجع لهم. القصة أنا عرفتها زي النهاردة، الأسبوع اللي فات يوم الخميس 12 يناير كان عندنا حلقة، أنا قاعدة هنا خلصت الحلقة خرجت من الهوا، لقيت زميلنا محسن قاعد بره على طول بيقول لي عايزينك تحضري مجلس عرفي بكرة الجمعة يا أستاذة منى. الجمعة ده اللي هو 13 يناير. قلت له صعب قوي يا أستاذ محسن، أنا أصلي بقالي كام شهر كده واخدة عهد على نفسي أعمل ولو يوم واحد في الأسبوع لأولادي وأهلي. قررت أعمل ده لما حسيت للحظة إني ممكن أندم فجأة لو القدر أخدني على غفلة وحرمني من حد منهم أو حرمهم مني. الشغل بالنسبة لي أنا بالذات حياة، بس ما ينفعش أشتغل طول الأسبوع يعني طول الشهر يعني طول العمر وأجي في يوم أندم، أو حتى ألاقي أوقات كتير حلوة عدت عليا وأنا بجري أحل مشاكل وأصور وأدور في دورية الشغل. عمري بيروح في ليالي بيتاهم جوه أوض المونتاج. لا 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 يا أستاذ محسن أنا مش هقدر أروح الجمعة. بصلي كده وقال لي يا أستاذة منى أنا هديك القضية، هما محتاجين شهود بالكاميرا. على إيه يا أستاذ محسن؟ على تسليم طفلة كانت اتلقت متسابة في الشارع، ناس أخدتها تربيها، بعد سنة ظهر أهلها فبيسلموهم ليها. سألته طيب ليه شهود؟ قال لي عشان ما يفرطوش تاني لو عندهم النية. ده كلام زميلنا محسن، لمس أكتاف. يا أستاذ محسن أنا رايحة بكرة حتى لو الجمعة. طب يا جماعة مفيش كاميرات؟ لا مفيش كرو ولا حد، أنا ما سألتش أصلا، مش مهم هروح برضه وربنا يخلي لي كاميرتي وميكروفوني. هروح يعني هروح. قلت له المجلس العرفي فين؟ في حلوان. حلوان؟ طب هروح برضه. مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. الناس دي لهم مشكلة كده كانت بتاعت طفلة، والنهارده جايين عشان نسلمهم الطفلة لوالدها يعني. القصة كانت الست وضعت وراحت تجيب العلاج بتاعها، فسابت الطفلة دي مع ابنها الصغير. ابنها الصغير استعوى أمه فراح يدور على أمه وساب الطفلة على الرصيف. ليه أمه رجع ما لقاش الطفلة؟ أما ما لقوش الطفلة طبعا قعدوا يبحثوا. كان عندها قد إيه؟ كانت لسه مولودة في نفس اليوم، يعني عندها ساعتين ثلاثة ما اتولدت، وفي نفس اليوم يعني يوم ما طلعت من المستشفى. فكانوا كاتبين لي علاج رايحة تجيبه. والطفل اللي سابته معاها يعني الطفل التاني كان عنده قد ايه؟ الطفل التاني عنده حوالي 10 سنين اللي هو ابنها برضه.